السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى تخيلت كده انت راجع كده شاري لوح خشب ودافع فيه بتاع 50 دولار او 700 جنيه اللي هو حاجة زي اللي احنا قدامي ده كده، وتيجي بعد ما تشغله على المنشار عندك تلاقيه مشرشر. مش اللوح ده بس، انت ممكن تجيب لوح الطبقات، ممكن تجيب لوح امدي اف ما بيحصلش فيه قوي كده، او حتى خشب طبيعي، وبعد ما تقصه بالمنشار بتلاقيه مشرشر كده مكان القص، فما بيبقاش عندك حاجة حلوة. وطبعا بقى ايه، تحب تفتخر بشغلك الحلو ده وتروح للست في البيت، للمدام او لام الواحد او اي حد، وتبتدي تقول لك ايه الجمال ده، انت ما بتعرفش تعمل حاجة. طب ايه سبب الموضوع بتاع النجارة ده؟ هو يعني ايه سبب الحتة دي؟ انا هتكلم على حاجتين، هتكلم السبب عشان نفهم بيحصل ليه، وهتكلم بعد كده نعدله ازاي. طيب خلينا نبص حصل ايه هنا في الطرف في القص. شايفين لغاية الاخر حتة كبيرة ازاي بيبقى شكله وحش قوي، واحنا يعني لما نيجي نخلص كل الحاجات البايظة دي مش المفروض تبقى موجودة، المفروض تبقى زي قطعة المصنع تبقى نظيفة. طيب دي بتحصل ليه؟ خلينا نشوف بقى بتحصل ليه. بالرغم من انه عندي المنشار ده يعتبر كويس جدا والسلاح ده كويس جدا، الا انه زي ما انتوا شفتوا عمل القصة بتاعة الخربشة اللي موجودة ده هي. طيب ليه بقى الخربشة دي بتبقى يحصل ليه؟ المنشار لما بيمشي بيقص كده، فالحتة اللي هنا دي بتنزل بتقص، فبتقص من فوق كويس، انما من تحت بتزق الخشب فبتقشره، يعني الحتة دي هي اللي بتقص وهي نازلة كده بتزق الخشب من تحت، فالحتة اللي تحت دايما بتطلع مخربشة، الحتة اللي من فوق بتطلع كويسة. ليه؟ لانه مفيش حاجة تسند الخشب من تحت. لو احنا ناخد بالنا هنا بصينا هنلاقي انه الفتحة دي كبيرة جدا. طب هم المصنع اكيد بيفهم ليه عامل الفتحة دي كبيرة. الفتحة دي عاملينها كبيرة عشان انا لو محتاج اتني ده على 45 ينفع يتني، فبالتالي كان عندنا حل الناس كلها بتعمله، وهو ان احنا نعمل حاجة اسمها زيرو كليرنس او صفر. الحتة دي تبقى بالظبط قد الفتحة بتاعت المنشار فتسند الخشب من تحت، ودي طريقة من الطرق. طيب انا كنت عامل الزيرو كليرنس ده، هي الفكرة كلها انا بعمل حتة شبه دي كده، بشيل ده هنا وبحطها تاني مكانها، بتبقى قدها بالظبط. شايفين هنا مفيش فراغ، فده مفروض يحسن الموضوع. خلينا نجرب ونشوف هل الموضوع ده بيتحسن ولا ما بيتحسنش. معلش نلبس العدة. بصوا بقى يا جماعة اللي حصل، انا قطعت حتة صغيرة عشان انا بخيل جدا في الخشب. لو نبص بقى، بص هنا ده القديم من غير الزيرو كليرنس او الحتة المساندة اللي من تحت، وده الجديد، بص مقطوع كأنك قطعه بسكينة او بكتر، فبتتمنى ان انت الحاجة زي على طول تطلع كده عشان ما تعملش العيب بتاع قص الخشب بالطريقة دهيت، وخاصة في الخشب اللي هو محطوط له قشرة زي دهيت صناعية كانت ام طبيعية. عايز بقى حاجة احسن واحسن غير الزيرو كليرنس دهيت؟ لا، هنعمل حاجة احلى. هنروح جايبين شريط زي ده، الشريط بتاع البوية اللي بيستخدموه الناس اللي بيدهنوا، وهنحطه من تحت كده ونغطي. انا طبعا بقطع حتة صغيرة، بس انا بتكلم على يعني حاجة اكبر. مكان المنشار تروح عامل كده وقافل عليها كده كويس جدا. طيب الشريط ده بيعمل ايه؟ الشريط ده كل اللي بيعمله ان هو بيسند الالياف وانت بتقص، فلما تيجي تقص هنقلبها كده بقى ونجرب نقص نشوف هيحصل ايه. بعد ما قصينا خلينا نشوف الشكل بيبقى عامل ازاي. ادي القديمة يا جماعة
وادي الجديد. ادي القديم بيبقى مقطوع كويس، الجديد القديم بص كان مشرشر ازاي فيرسس ده هوت. ونفس الحاجة اللي هنا لو عملنا كده بصوا الشكل بيبقى عامل ازاي، ما فيهوش اي مشكلة، ما فيهوش الشرشرة اللي احنا مطلعينها دهيت، طلعة سليمة 100% 99%. في حاجات بسيطة دي من الاول حتت صغيرة جدا وكاد لا ترى بالعين المجردة. بصوا بقى الفرق كان عامل ازاي، شايفين كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي. طيب انا بشكركم انه يعني لو 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 حد استفاد من المعلومه دهيت، معلومه صغيره بس بتنفع في التشطيب عشان يبقى الشغل نضيف في الاخر ويبقى الحاجه شكلها حلو وتروح البيت تبقى فخور باللي انت عامله حاجه صغيره كده بدل ما تتفضح. انا بشكركم والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد، تابعوني ان شاء الله قريب هنطلع حاجات جديده احلى واحلى. السلام عليكم.